يوشي شيراتوري راجل أكبره على الاعتراف بجريمة قتل هو ما ارتكبهاش ولا ليه دعوة بيها من الأساس، وكان بيتعامل أسوأ معاملة داخل السجن، ده غير كمية التعذيب اللي هو كان بيشوفها كل يوم. وحرفيا الراجل ده يا جماعة اتعرض لجميع أنواع الظلم داخل السجن، لكن في النهاية صدم الكل بذكائه وقوته الخارقة في الهروب من أقوى سجون العالم، واللي مفيش ولا واحد قدر يهرب منها قبل كده غيره. ايه هي قصة الراجل ده وازاي كان بيهرب من كل الحراسة دي؟ وهل فعلا هو ساحر ولا ايه حكايته؟ خليك معنا للنهاية عشان تعرف القصة بالكامل، وما تنساش تعمل لايك على السريع عشان ده بيشجعنا على نشر المزيد. ويلا نبتدي القصة على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بداية القصة سنة 1936، لما كان يوشي شيراتوري دخل السجن بجريمة قتل هو ما ارتكبهاش، وده بسبب ان هو تم اجباره على الاعتراف بالجريمة غصبا عنه. وكان كل يوم يوشي شيراتوري بيتعرض للضرب والتعذيب على ايد حراس السجن، وكمان المدعيين في الوقت ده كانوا عاوزين ينفذوا فيه حكم الاعدام باي شكل من الاشكال، لحد اما يوشي شيراتوري جاب اخره وطفح وقرر ان هو يهرب من السجن. والسجن اللي هو كان فيه اسمه سجن أموري، والسجن ده كان صعب جدا ان حد يعرف يهرب منه بسبب حراسته المشددة وقواعد الامان فيه. لكن يوشي شيراتوري مع كل ده وكان حاطط في دماغه ان مفيش حاجة قدامه عشان يخسرها، فما كانش فيه مشكلة معاه هما يجازف. وفعلا بدأ ينفذ اول خطة من خطط الهروب، وكانت بداية الخطة دي الساعة 5 الصبح، وهو اختار الميعاد ده بالذات عشان عارف ان الحراسة فيه تكون هادية شوية، لان هو كان مراقبهم من زمان جدا، ده غير ان هو كان عمال يدرس تحركاتهم طول الشهور اللي فاتت. المهم ان يوشي شيراتوري عرف يخلع سلك حديد كان موجود في الحمام، وبدأ في الوقت ده ان هو يفتح في قفل الباب بالسلك ده. وطبعا في الوقت ده زي ما قلنا ما كانش لسه فيه حراسة بتمر. ويوشي شيراتوري في الوقت ده وهو كان عمال يفك في الباب، ايده كانت متجمدة جدا من شدة البرد اللي في السجن ده، لكن بعد كذا محاولة عرف يفتح الباب في النهاية، وفعلا نجح من الخروج من الزنزانة. لكنه في الوقت ده ما كانش لسه خرج من السجن، لان كان لسه في ابواب كتيرة جدا هو المفروض كان يتخطاها، وطبعا الابواب دي كلها مقفولة بالمفاتيح، وده غير ان في ابواب فيهم عليها حراسة مشددة جدا. وكان يوشي شيراتوري في الوقت ده كان عارف ان ما عادش فيه غير وقت قليل جدا، والحراس هيبدأوا يعدوا على الزنازن واحدة واحدة، عشان كده مرضاش يضيع وقت وبدأ يحاول يخرج من الابواب دي كلها. وفي النهايه نجح يوري شيراتوري فعلا في الهروب من السجن، وده من غير ما اي حد من الحراس يحس بيه. وطبعا الراجل ده كان عنده خفه في الحركه غير طبيعيه، ده غير ان هو اساسا كان بيحب يجازف بشكل كبير جدا. المهم ان بعدها بشويه بعد ما يوري هرب من السجن، الحراس بداوا يعدوا على الزنازن واحده واحده، لكنهم ما كانوش بيدخلوها لان هم في الوقت ده كانوا بيبصوا عليها من بره كده وخلاص. المهم ان هم اول ما عدوا على زنزانة يوري اخدوا بالهم ان هو نايم جواها وما بيتحركش، لكنهم ما كانوش يعرفوا ان اللي تحت البطانية اللي على سرير يوشي شيراتوري حاجة تانية غيره، لان يوشي شيراتوري في الوقت ده كان حاطط مجموعة من الالواح الخشبية تحت البطانية، وكان قاصد يعمل كده عشان يخدعهم اما يجوا يشوفوها. وطبعا في الوقت ده الحراس عملوا حالة طوارئ في السجن كله، وبقوا يفتشوا في كل مكان فيه، لدرجة ان هم دخلوا جميع الزنازن عشان يفتشوها واحدة واحدة. لكن طبعا وزي ما انتوا عارفين يوشي شيراتوري كان خرج برا السجن اساسا، لكن وللأسف الشديد بعد 3 ايام عرفوا يقبضوا عليه من اول وجديد، وده بسبب ان هو كان بيسرق مستشفى واتمسك هناك. وطبعا في الوقت ده ادارة المستشفى بلغت الشرطة وسلمته ليهم، ورجع يوشي من تاني على زنزانته، وبسبب العملة اللي هو عملها دي تم الحكم عليه بالسجن المؤبد، اي بمعنى ان هو ما عادش هيخرج من السجن تاني. وفي سنة 1942 يعني بعد حوالي 6 سنين تم نقل يوشي لسجن اسمه سجن اكيتا، والسجن ده موجود في اليابان، وهناك الحراس كانوا بيعاملوه بطريقة وحشية جدا، لدرجة ان هي كانت اصعب من معاملة الحراس في السجن الاولاني. والحراس هناك كان عندهم كذا معلومة عن يوشي ده، والمعلومات دي كانت عبارة عن ان هو حاول كذا مرة ان هو يهرب من السجن، وعشان كده
الحراس كانت بتحاول على قد ما تقدر ان هي ما تخليش عند الراجل ده اي طاقة، وده عشان ما يحاولش يهرب باي شكل من الاشكال. لا وكمان كانوا بيخلوه ينام في عز الشتاء على الارض وهي تلج، وده غير الشغل اللي هم كانوا بيخلوه يشتغلوا اللي ما كانش حد عاقل اساسا يقدر عليه. وكانوا دايما متعودين ان هم يحطوا يوشي في الحبس الانفرادي، وفي الاغلب ده كان بيبقى من غير اي سبب منطقي. لا وكمان كانوا عاملين ليوشي زنزانة معينة عشان ما يعرفش يهرب منها مهما حصل، وبيقال ان الزنزانة دي جدرانها كانت معمولة من النحاس عشان ما يعرفش يطلع عليها ويهرب. وما كانش في الزنزانة دي غير شباك صغير جدا، والشباك ده كان يعتبر لازق في السقف، وكان من الصعب جدا ان اي حد يوصل له. وكمان الحراس ما كانوش بيرضوا يفكوا الكلبشات من ايده مهما حصل، وكانوا بيخلوه اكل وشارب وعايش بيها. وعلى الرغم من كل الاذى اللي كانت الحراس دي بتتسبب فيه ليوشي، بس كان في حارس اسمه باكو باياشي، والحارس ده كان هو رئيس الحراس اللي في السجن، وكان دايما بيعامل يوشي بطريقه حلوه جدا، وده غير ان هو كان بيروح له الزنزانه على طول، وده اللي يمكن كان مخلي نفسيه يوشي مرتاحه شويه. لحد اما بعد فتره من الزمن وفي يوم من الايام كان في حارس بيعدي من جنب زنزانه يوشي الانفراديه، وقال اما يبص عليه عشان يشوفه. وفي الوقت ده اول ما بص جوه الزنزانه حرفيا اتصدم، لان هو اول ما فتح الباب اتفاجئ بان يوشي شيراتوري مش موجود، وكانه اتبخر في الهواء، مع ان الزنزانه في الوقت ده كانت مقفوله باحكام، وكل اللي كان باقي من يوشي شيراتوري هي الكلبشات اللي كان لابسها 24 ساعه في قلب الزنزانه. وكان الحراس في الوقت ده هيتجننوا جدا من ان ازاي هو قدر يهرب من الزنزانه دي، وبالاخص ان هي كانت معموله له هو مخصوص، وكان وسائل منع الهروب اللي فيها عاليه جدا. لكنهم ما كانوش يعرفوا ان يوشي شيراتوري في الوقت ده كان عرف يتلقى سلك صغير جدا من اسلاك الحديد اللي موجوده في السجن، وده اللي كان ساعده في فك الكلبشات. واللي ما كانوش يعرفوا كمان ان يوشي شيراتوري كان عنده قدره عجيبه جدا في ان هو يطلع على الجدران، وكان بيقال ان هو بيطلع عليها زي السحليه، وبكده عرف يوصل للشباك ويكسره ويهرب منه. وبعد 3 شهور من هروب يوشي شيراتوري من السجن، قرر ان هو يروح على بيت رئيس الحراس اللي كان دايما بيجي يزوره في السجن، وكان بيعامله معامله كويسه جدا، وده عشان يقنعه باي شكل من الاشكال ان هو بريء وان الجريمه دي هو ما ارتكبهاش من الاساس. وكان فاكر ان الراجل ده عشان عامله كويس في السجن فهيساعده، وهيحاول على الاقل ان هو يساعده في تخفيف الحكم عليه. لكن اللي حصل كان عكس المتوقع تماما، لان اول ما يوشي راح على بيت الراجل ده اتفاجئ بان الراجل اول ما فتح له استقبله استقبال كويس جدا وعامله معامله حسنه، وبعدها خلى يوشي شيراتوري قاعد وراح بلغ عنه الشرطه من غير ما ياخد باله، وده كان اكبر درس ليوشي شيراتوري عشان ما عادش يثق في حد تاني مهما حصل. المهم ان يوشي اتقبض عليه من تاني ورجع على الزنزانه بتاعته، وكان شيراتوري في الوقت ده طلب من المحكمه ان هم ينقلوه لسجن تاني غير ده، وده بسبب ان الجو برد جدا في السجن ده، وغير كده هم اساسا بينيموهم على البلاط، لكن المحكمه في الوقت ده رفضت طلبه. لا وكمان ما اكتفوش بكده وبس، لا ده كمان ودوه لسجن اصعب من اللي هو فيه حاليا، والسجن ده اسمه سجن اباراشي، والسجن ده يعتبر في اقصى شمال اليابان، ومفيش حد على كوكب الارض كله عمره عرف يطفش من السجن ده، لان عليه حراسه مشدده جدا جدا، وغير ان هو اساسا مجهز باقوى وسائل منع الهروب. وفعلا نقلوه للسجن ده في سنه 1943، وكان البرد في السجن او المكان ده مفيش مخلوق يقدر يستحمله، لدرجه ان الاكل لما كان بيتحط لهم كان بيتجمد من شده البرد الصعب. وبعد فتره شيراتوري اطراف رجله وايده اتعرضوا للشلل بسبب البرد، وطاقته يوم عن التاني كانت بتنزل، وشيراتوري حاول مره واتنين وتلاته ان هو يطفش من الحراس، لكن في كل مره كان بيفشل، لان زي ما قلنا من المستحيل ان هو يهرب من جوه الزنزانه. لكن بعد فتره اخد على نفسه قرار بان هو لازم باي شكل من الاشكال يهرب من السجن ده. لكن المشكله اللي كانت هتواجه شيراتوري هنا ان الزنزانه اللي هو قاعد فيها من الصعب جدا ان هو يعرف يهرب منها، لان هي كانت مجهزه على اعلى مستوى، لدرجه ان هي كانت مصفحه من كل مكان. لا وكمان الفتحات اللي كانت فيها كان يدوب ان هو يشوف منها وبس. المهم ان الحراس بعد كده لما بداوا ياخدوا
بالهم ان شيراتوري بيفكر في الهرب، قرروا ان هم يشددوا عليه التأمينات، وجابوا نوع جديد من الكلبشات اللي بتتلبس في الرجل والايد، وقرروا ان هم يلبسوها له طول حياته. لكن الميزة في الكلبشات دي ان هي لو كانت اتقفلت ما كانش حد بيعرف يفتحها، ومع ذلك ما كانش ليها مفتاح، لان الكلبشات دي كان ليها ناس متخصصة بس هم اللي بيفتحوها، وكانوا بيجوا السجن مرة واحدة في الاسبوع، ودي كانت بتبقى المرة الوحيدة اللي شيراتوري بيفك فيها الكلبشات، وده بيكون عشان يستحمى وبعد كده بيرجعوا يلبسوها له تاني. المهم ان الحراس كانوا عارفين ومتأكدين 1000000% ان شيراتوري من المستحيل جدا ان هو يعرف يفتح الكلبشات دي. وبعد فترة شيراتوري بدأ يتأذى جدا من الكلبشات دي، وايده ورجله جالها جروح صعبة جدا بسببها. لكن الحراس في الوقت ده كانوا بيعملوا حركة ذكية جدا عشان يتأكدوا ان شيراتوري مش هيفكر في الهرب، والحركة دي ان هما كانوا بيقللوا كل يوم حصة شيراتوري في الاكل للنص بالظبط، وده عشان يقللوا من قوته وما يقدرش يتحرك، وبكده ما هيفكرش اطلاقا في الهروب. وفضلت تمر الايام والشهور لحد اما في يوم من الايام كان في حارس عمال يمر على الزنازن، وسمع صوت جاي من زنزانة بعيدة جدا، وكان الصوت ده جاي من زنزانة شيراتوري، والصوت ده كان جاي تحديدا من السقف. واول ما الحارس ده بص على الزنزانة اتصدم بان شيراتوري مش موجود فيها، وكل اللي كان موجود في الاوضة في الوقت ده هي هدومه والكلبشات اللي كان لابسها في ايده ورجله بس. والحارس في الوقت ده ما كانش متخيل ان في بني ادم قدر يفك الكلبشات دي، لان هو كان عارف مفيش حد في العالم كله يقدر يفكها غير الاشخاص المتخصصين ليها. لا، وكمان عملية فكهم كانت بتاخد 6 ساعات، يعني بمعنى اصح كده الرجل ده لاما ساحر لاما مخوي جن. وطبعا بعدها السجن كله اتقلب واعلنوا حالة الطوارئ فيه، لكن كالعادة شيراتوري كان فص ملح وداب، ولا كأنه كان موجود في السجن من الاساس، ومحدش عارف ايه قدرة الرجل ده في ان هو يطلع من اي سجن بالسرعة دي. لكن اللي محدش كان بيعرفه ان شيراتوري كان بيخطط لعملية الهروب دي من يوم ما رجله خطط السجن. اما ازاي بقى هو قدر يهرب من السجن ده، فصدقني الطريقة انت مش هتتخيلها، لان شيراتوري اخد في عملية الهروب دي عدد شهور كتير جدا، لان هو كان كل يوم بيسيب شوية من الشوربة اللي بتجيله مع الاكل في قلب الزنزانة اللي هو قاعد فيها، وكان بيستنى اما الحراس يمشوا ويبدأ يحط الشوربة دي على الاماكن الحساسة في مكان المفتاح اللي بيكون في الكلبشات، وكمان كان بيحط الشوربة دي على الداير بتاع الشباك اللي موجود في الزنزانة. وطبعا في ناس هتسأل طب هو ليه كان بيعمل كده، فهنا هقولك ان الشوربة دي هي السبب في هروبه من السجن، لان شيراتوري كان بيقول ان هما كانوا بيحطوا فيها كمية ملح كبيرة جدا، والملح ده لما كان بينزل على الحديد كان بيتأكسد معاه، وكان بيعمل عملية صدأ. فعشان كده مع مرور الشهور الكلبشات دي فكها بقى اسهل من الاول بكتير، وده بسبب ان هي اتأكلت من جوه، وده غير ان الشباك هو كمان الداير اللي حوالينه اتاكل. وبكده شيراتوري عرف يخلع الكلبشات ويكسر الشباك ويهرب، وبكده يكون شيراتوري اول شخص في العالم كله عرف يهرب من سجن أبراشي. المهم ان بعد كده شيراتوري فضل هارب من السجن لمدة 2 سنين، ومحدش كان يعرف عنه حاجة ولا يعرف هو حاليا قاعد فين، حتى مراته في الوقت ده ما كانتش تعرف ان هو هرب اساسا. المهم ان شيراتوري بعد 2 سنين ظهر من تاني، وده بسبب ان الشرطة مسكته من تاني، بس المرة دي كانت في جريمة قتل مقصودة، والجريمة دي حصلت بسبب ان يوشي حصل بينه وبين مزارع مشكلة، والمشكلة دي كانت حصلت بسبب ان يوشي اخد من المزارع ده طماطم بدون علمه، وطبعا في الوقت ده مسكوا في بعض هو والمزارع، وفي النهاية يوشي قتله، وبعدها طبعا الناس مسكته والشرطة قدرت تقبض عليه من تاني. وبعد القبض عليه بدقايق الشرطة اكتشفت ان اللي معاهم ده يوشي شيراتوري، واللي هو كان في وقتها اشهر هارب من السجون. المهم ان المرة دي لما يوشي اتقبض عليه اتحكم عليه بالاعدام، وده بسبب جريمة القتل اللي هو ارتكبها. المهم ان هو في الوقت ده كان اتحط في زنزانة تعتبر من اقوى الزنزانات في العالم، وده عشان ما عادش يعرف يهرب تاني مهما حصل، وعشان في النهاية ينفذوا فيه حكم الاعدام. لكن بعد فترة وقبل تنفيذ حكم الاعدام بايام، الحراس اكتشفوا ان هو هرب من الزنزانة، وفي الوقت ده حرفيا كانوا هيتجننوا،
منه، لأن إحنا زي ما قلنا دي تعتبر من أقوى الزنزانات في العالم، واللي من المستحيل إن حد يعرف يهرب منها مهما عمل ومهما حصل. لكن اللي الكل ما يعرفوش إن دي كانت تعتبر أسهل عملية هروب ليوشي شيراتوري، وده بسبب إن المرة دي يوشي شيراتوري استخدم معدات الأكل في الهروب، وفضل يحفر في الأرض لحد ما عمل مخرج يخرجه من بره السجن ده نهائي. والحفرة دي كانت تحت السرير اللي يوشي شيراتوري بينام عليه، وده عشان محدش كان ياخد باله منها. وبكده يبقى يوشي شيراتوري هو أول مجرم يعرف يهرب من أقوى السجون في العالم. المهم إن في سنة 1948 وشيراتوري في الوقت ده كان لسه هارب ومفيش حد عرف يمسكه، قرر شيراتوري إن هو ما عادش هيفكر في الهروب تاني من السجن، لأن في الوقت ده سنه كان عدى 40 سنة، وهو قال في نفسه في الوقت ده إن هو تعب وكبر في السن وما عادش هيقدر يعمل اللي كان بيعمله زمان، وبالأخص إن هو يعتبر عايش طول عمره في السجون. ففي يوم من الأيام شيراتوري كان قاعد جنب شرطي في حديقة، والشرطي ده ما كانش يعرف إن اللي قاعد جنبه ده هو شيراتوري. وفي الوقت ده شيراتوري قرر إن هو هيقول للضابط ده على كل حاجة، وإن هو مستعد يستحمل اللي هيحصل بعدها، وده بسبب إن هو ما عادش عاوز يكمل في اللعبة دي مهما حصل، لأن زي ما قلنا هو سنه كبر وما عادش هيقدر. وفعلا شيراتوري حكى للضابط كل حاجة، وبعدها تم القبض عليه، وكان شيراتوري في الوقت ده قدام القانون هو اللي مسلم نفسه. وبعد كده في ناس كتير جدا في المحكمة قدروا الظروف اللي هو مر بيها طول عمره، ورجعوا فتحوا الملف بتاع قضية قتل المزارع، واكتشفوا ان هو كان قتله دفاعا عن النفس. وبعدها المحكمة سقطت حكم الاعدام من عليه، واتحكم عليه بعدها بعشرين سنة، لان في الوقت ده نظام الحكم في اليابان كان اتغير وتعدل تماما. وبعدها شيراتوري اتنقل لسجن في طوكيو، والسجن ده كان اسمه سجن فوتشو، وكان معروف عنه ان الجو هناك دافي جدا وكويس، وحتى معاملة الحراس هناك كانت كويسة جدا، وما كانش في حد بيضرب ولا بيعذب، او بمعنى اصح كده كانوا بيعاملوهم زي البني ادمين. وفي الوقت ده شيراتوري لما شاف الكل هناك بيعاملوا معاملة كويسة جدا، قرر ان هو ما عادش يفكر في الهروب مهما حصل، وان هو هيقضي فترته لحد ما يطلع او يموت. لكن بعد 14 سنة من سجنه تم الافراج عنه بسبب حسن سيره وسلوكه. وبعدها والاول مرة يوشي عاد يمشي في الشارع حر من غير ما يكون عليه اي قضايا، وكانت شهر في الوقت ده في اليابان شهرة كبيرة جدا، والكل كان حاطط في دماغه ان هو بطل بسبب قصة هروبه من السجون. لكن طبعا هو بالنسبة للقانون هو مجرم. وبكده تكون انتهت قصة الأسطورة يوشي شيراتوري. ما تنساش تقول لنا رأيك في التعليقات، وتشترك في القناة، وتعمل لايك لو الفيديو ده عجبك عشان تشجعنا على نشر المزيد. واشوفكم على خير الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله.